السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخباركم يا شباب؟ رمضان كريم، وأتمنى تكونوا إن شاء الله بتسمعوا كل الفيديوهات وبتذاكروا وبتأدي اللي عليك أو هتكسل. رمضان كريم يعني نجتهد ونعمل اللي علينا، يعني ما ننامش طول النهار ونقول هنذاكر بالليل، أصل الليل ده ساعتين في رمضان، فعيب عليك إنك تضيع يومك كله وتقول هذاكر بالليل، وتيجي بالليل تنام الساعتين اللي أنت عارفهم دول، تقول هنام نص ساعة وأصحى ساعة السحور أذاكر، تنام بعد السحور يا برنس وتقول هصحى الساعة 7. ومفيش صحيان. انتبه كده، الايام بتجري. النهارده 2 رمضان، متخيل انت ان النهارده 2 رمضان؟ يعني عدى منك يومين اتنين من عمرك اللي في الثانويه العامه. اجتهد كده واعمل اللي عليك عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الخير، وعلى قد ما انت هتجتهد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك اكتر من اجتهاد اكيد، يعني ان شاء الله. اعمل اللي عليك، ما تكسلش. الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه مع بعض كل قواعد الوحده الاولى من كتاب المعاصر. الفيديو اللي بعده اللي غالبا هيكون ان شاء الله رب العالمين بكره، يعني هحل فيه قواعد الوحده الثانيه. المطلوب من حضرتك انك بعد ما تسمع الفيديو كده وتستمتع، اعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو مع زمايلك، اكتب تحت في التعليقات. انا سعيد جدا بكل الناس اللي بيكتبوا لي تحت في التعليقات. اي نعم، ما بلاقيش وقت ان ارد على كل التعليقات لاني ما تزعلوش مني يعني، فاكيد مش مقصوده، وما يكونش عندي نيه ان انا ارد على حد معين واسيب حد. والله انا لما الاقي وقت فراغ برد، فلو انا ما ردتش عليك ما تفتكرش ان انا تجاهلتك، لا ده انت يعني على دماغنا من فوق، ولكن معلش عشان الوقت بيكون مضغوط شويه. وانا شخصيا بقول بدل ما ارد على التعليقات في نص ساعه مثلا، لا اعمل بها فيديو افود يعني. اتمنى انك ان شاء الله رب العالمين تكون ماشي كويس ومفيش مشكله. في ملحوظه عايز اقولها لك، لو انت عندك اي سؤال ممكن تكتبه تحت في الكومنتس وانا اساعدك ان شاء الله وارد عليك. لو وانا بشرح يا شباب عندك سؤال، ما تقوليش السؤال رقم 30 يا مستر، اكتب السؤال يا فندم في الكومنتس، عشان انا ما ينفعش افتح الفيديو لان ده غلط، ده ممكن يقفل القناه لو عملت حاجه زي كده. فحضرتك لما يكون في سؤال ما انتش فاهمه اكتبه لي وانا اساعدك، حتى لو سؤال من بره، سؤال من عند المستر بتاعك، سؤال من اي مكان، اكتب انت بس وجمد قلبك وان شاء الله احنا معاك وهنساعدك وهندعمك. اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يكون ميسر لكم الامور وتكون الدنيا ماشيه على ما يرام. يلا بقى نبطل كلام ونبدا نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم ارزقنا فهما وعلما، اللهم فهمنا وعلمنا. نبدأ إن شاء الله في حل تمارين الوحدة الأولى. عايزك تفهم كده حاجة وتبقى واد برنس، إن الوحدة الأولى والثانية والثالثة هم أرخم 3 وحدات من حيث الجرامر. بعد كده يا حبيبي هتلاقي نفسك بتجري في القواعد كحصان منطلق في الطريق، فما تشيلش هم كده، عايزك تبقى كيوت وشاطر وتفهم كل جملة، ومش هنسيب مش هعدي جملة غير لما احللها بكل ما فيها وكل دقاتها واحتمالاتها. مطلوب منك بس تسمع بتركيز كده واسمع بقلبك ما تسمعش باذنك. اول سؤال بيقول شي نوت تو ذا ماركت، شي ويل بي هير سون، هترجع ان شاء الله قريبا. معنى كده ان هي ذهبت ولم تعد. ذهبت ولم تعد دي، فانا ممكن استخدم حاجه من اثنين، ممكن اقول شي هاز جون تو، او ممكن اقول لك شي هاز بين ان. هنا بس هي في السوق، لكن هنا ذهبت ولم تعد. هو الراجل مديك تو، فانت هتقول له هاز جون. فين هاز جون؟ ادي هاز جون يا باشا، وادي تو عندك فوق. لاحظ ان ساعات بيقول لك هاز جون تو في الاختيارات وفي فوق تو، فانتبه للهبل اللي بيحصل ده. رقم اتنين بيقول لك she not any meetings since she came here. والله يا مستر since دي بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. حلو، انا معايا came ماضي بسيط، فانا عايز هنا مضارع تام. المضارع التام اللي هو hasn't attended، وده كان في الازهر 2022. على فكره انا ممكن بقى في الجمله رقم اتنين دي اعمل لعبه ثانيه، ممكن اقول لك مثلا she، بص على الحته دي، didn't attend، she didn't attend any meeting او meetings عادي، not she came here مثلا. يا ترى هنقول هنا since يا فندم ولا هنقول when؟ لا حضرتك هنا هتقول لي when. ليه يا مستر؟ ما انا عارف ان when يا مستر ان جه بعدها ماضي، فاللي قبلها برضه لازم يكون ماضي. طب بالنسبه لسنس يا مستر، بيجي بعدها ماضي فعلا، لكن قبلها بيكون مضارع تام. طب بالنسبه لسنس زين بقى، من باب الشيء بالشيء يذكر، سنس زين بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. انت عارف اصلا، انت لو خربوش اكيد انت فاهم دي، ان المضارع التام ده معناه حدث مستمر، فانت بتقول الحاجه دي مستمره منذ فعلت الشيء ده. العربية ماشية معايا زي الفل من يوم ما اشتريتها، أو إنك تقول أنا اشتريت عربية، الشراء خلص أهو منذ ذلك الحين وأنا أواجه مشاكل، فدي مضارع تام. طيب ارجع بقى لجملتك كده وشوف الموضوع بيحكي عن إيه. إحنا هنا خدنا خلاص مضارع تام. الجملة التالتة بيقول لك one of the team members، واحد من أعضاء الفريق، not badly injured. استنى كده، أنت بتقول one of اسم جمع فعل مفرد، فأنا عايز هنا فعل إيه يا باشا؟ فعل مفرد. حلو. طيب التانية بقى هتقول هاز بادلي انجرد، هو اصاب ولا اصيب؟ لا اصيب، فهاز وهاد بره اللعبه لان دول مبنيين للمعلوم. انت عايز تقول اصيب، يبقى انت هتقول هاز بين بادلي انجرد وهاد بين بادلي انجرد، هناخد هاز بين. طب ليه يا مستر ما ناخدش هاد بين؟ عايز تعرف الماضي التام ده بيجي فقط لما يكون في حدثين اتنين في الجمله، لان ده معناها ان الحاجه دي حصلت الاول وعايزين بقى الحاجه اللي حصلت بعد كده. فعشان كده احنا خدنا في الجمله دي رقم بي هاز بين. I attended 3 conferences this year. أنا أصلاً يا مستر ساعة ما بلمح عدد في الجملة 3 conferences 3 meals 3 days، أنا بفهم إن أنا مش عايز مستمر وإن ما ينفعش أستخدم مستمر. طيب المهم
this year يعني السنه دي يعني كده مضارع تام، يبقى هتقولي I have attended اللي هي رقم دي. امال ليه ما ناخدش have been؟ اصل have been وباست بارتيسيبل معناها انا مجهول، انت بتقول انا حضرت ولا حضرت؟ لا حضرت، يبقى I have attended رقم C. One of my cousins واحد من ولاد عمي at charity recently. Recently يبقى انا بتكلم في مضارع تام، فبعد اذنك بره انت يا هاد وانت كمان يا هاد. يا ترى has joined ولا have joined؟ بعد one of اسم جمع وبعدين الفعل هيكون مفرد، اذا هختار has joined. يبقى one of my cousins has joined رقم B. طيب الجملة رقم خمسة بيقول لك ستة سوري two of my friends اتنين من اصدقائي. لا اتنين دول يا باشا يبقى جمع كده وش، شكرا. ما هو في الانجليزي الواحد مفرد، عايز تركز في دي كويس، في الانجليزي الواحد مفرد، الواحد وربع جمع. يعني انت بتقول ايه؟ بتقول one and a half، عشان كده بنقول واحد one and a half ايه hour ولا hours؟ لا hours. ازاي يا عمي؟ ما هي one اهي. ايوه ما هو في الانجليزي الواحد مفرد، لو واحد وبقول لك واحد من عشرة ده اصبح جمع في الانجليزي. فانت لما تقول لي one and a half بتروح قايل لي ايه hours. طيب ممكن تقول one and half an hour، خد بالك one واحد and half an hour ونصف ساعة، يعني ساعة ونصف يعني. طيب ارجع كده تاني كمل لي two of my friends اتنين من اصدقائي، يبقى كده جمع. انا كده بره جهاز بعد اذنك، انت كمان ما عادش معايا حد تاني. طيب اتنين من ولاد من اصدقائي فازوا بالجائزه قبل ذلك. استنى كده، انت بتقولي فازوا بالجائزه قبل ذلك، يبقى انت هتقولي فاز، يبقى انت عايزها معلومه مش مستمره يعني، يبقى دي بره. هاد وان ولا هاف وان؟ لا اكيد هاف وان. طب ليه مش هاد وان؟ ما انت قلت لي يا عم قبل كده دي لازم يكونوا حدثين عشان استخدم الماضي التام. طيب يور سان not to the school manager three times this month. استنى كده three times يبقى انت مديني عدد حلو، فممنوع نستخدم مستمر، مفيش مستمر. طب this بتشيل المضارع، خلاص ماشي، يبقى نعمل ايه؟ نشيل الماضي. في حد ماضي؟ لا مفيش حد ماضي. طب انت بتقول ان ابنك اخذ ولا اخذ؟ لا اخذ مجهول، يبقى انا عايز has been او had been. انت بره يا عم، your son ده مفرد فانت كمان بره يا عم. has been taken دي معناها اخذ مبنيه المجهول، فدي مظبوطه. و have بره عشان انت قلت لي واحد اللي هو ابنك، يعني الابن المفرد، فعشان كده has been taken. رقم 8 بيقول لك رودينا نوت هير باد هير بيت سينس شي ريتيرند هوم ذيس افترنون. بيقول لك ان رودينا عايز كلمه يغادر، لم تغادر سريرها والله، سينس عايز قبلها مضارع تام، وادي المضارع التام يا باشا هازنت ليفت. طب ليه مش دي يا مستر؟ دي مجهول يا فندم، انت بتقول لم تغادر. احمد نوت بارت ان ذا كومبيتيشن توايس بيفور ذا ثيرد ويل بي نيكست يير. بيقول لك احمد اشترك في مسابقه، احمد اشترك في مسابقه مرتين اتنين قبل كده، والمره الثالثه الاسبوع الجاي. يبقى انت عايز معلوم اشتراك يعني هاز تيك بارت ان اللي معناها اشترك فيه، يبقى هاز تيكن بارت ان. دي بره لانها ماضي، دي ماضي مستمر يا فندم. هاز بين تيكن دي مجهول بره اللعبه. يبقى انت تقول احمد اشترك في المسابقه ثلاث او مرتين. سما نوت لوست هير بن ذات از واي شي ازنت رايتنج. بقول لك سما ما بتكتبش اصل هي فقدت القلم. طيب فانت لو قلت لي هاد لوست يعني فقد، وهاز لوست معناها فقدت، ووز لوست ده مجهول، ووز بينج لوست معناها فقدت. طب يا مستر اختار مضارع ولا ماضي؟ هروح انا قايل لك حاجه واحده بس يا ابني، هو بيقول لك هي دلوقتي قاعده ما بتكتبش، يعني الموضوع مضارع اهو، يبقى تاخد له هاز على طول وانت مغمض عينك وانت مرتاح. الجمله رقم 11 بيقول لك عبد الرحمن از فيري هانجري، عبد الرحمن جوعان. هي نوت ايتن ناثينج. استنى كده، ناثينج يبقى الجمله منفيه، ممنوع اتنين نفي في جمله واحده، ممنوع. يعني انت هتطلع هاد انت بره، هذا انت بره، فكر لي في الباقي. انت قلت لي عبد الرحمن از هانجر، يعني هو دلوقتي جعان، عشان الموضوع ده دلوقتي في المضارع، يعني معنى كده هنقول له هاز اللي هي رقم سي. يبقى انا 11 كده خدنا سي يا برنس. 12 بيكوز اي نوت ماي ليج اي كانت تيك بارت ان تومورز ماراثون، انا مش هعرف ادخل السباق بتاع بكره ده. كانت اهي مضارع اهي، يبقى انت هنا عايز مضارع، يعني بره يا هاد وبره يا هاد. هافنت بروكن ولا هاف بروكن؟ انت بتقول لي ان انا ما كسرتش رجلي فانا مش داخل السباق، ولا لانني كسرت رجلي؟ اكيد كسرت، يبقى هاز او هاف بروكن. طيب الجمله رقم 13 تيل مي وير يور براذر از، قول لي كده اخوك فين؟ هي نوت تو ذا شوبس داد، اخويا راح الشوبس يا ابي، يعني ذهب ولم يعد، يبقى هاز جن وانا عندي تو اهي. طب امال امتى ناخد هاز بين؟ كان ممكن اقول هاز بين ان، وكانت تبقى زي الفل وعسل واخر حلاوه. حسين تو ذا بيتش هيز سكين لوكس دارك، بقول لك الواد ده جلده اسود ازاي؟ يعني معنى كده ان هو راح للشاطئ ولسه راجع، او راح ورجع بس في اثر، يبقى انت عايز تقول لي ذهب وعاد، يبقى هاز بين. طبعا دي بره عشان دي ماضي، ودي برده مره عشان ماضي، تفكيرك كان في هاز بين وهاز جن. هاز جن معناها ذهب ولم يعد، وانت بتقول لي راح ورجع، ما انت شايفه قدامك وعمال تبص في وشه وتخبطه بالقلم وتقول انت وشك اسود ليه كده يا ابني؟ امال لو بدل لوكس دي لوكت حضرتك كنا خدنا ماضي تام. Have you not been to the zoo؟ هل سبق لك أن ذهبت لحديقة الحيوان؟ يبقى have you ever؟ هيرد عليا في الإجابة يقول لي I have never أو yes I have been to the zoo. The goods البضائع not yet، والله البضائع
لم تصل او لم توصل ولم توصل، لا توصل مجهول، بره انت عشان معلوم ودي برضو بره عشان معلوم. والله يت بتيجي في المجهول يا في المنفي، ورقم سي دي مثبت، اطلعي بره يا حاجه، باقي معاك رقم دي والجمله على بعضها. البضائع هافنت بين ديليفرد، البضائع لم توصل بعد. الجمله 17 يا فندم بقول لك I not sent 10 emails so far. استنى كده، so far دي من الكلمات اللي انت عارفها ومعلم بيها المضارع التام اصلا، ما بيجيش غير مع المضارع التام. I will send you، حتى قال لك هنا will، فالمفروض ان الناحيه دي مضارع، ما احنا متفقين ان لما يكون عندك مضارع او مستقبل الناحيه دي مضارع وش. طيب فانت have و haven't معاك، had بره، have been معاك. طيب انت بتقول في الجمله ايه؟ انا ارسلت 10 ايميلات، ارسلت يبقى have sent اللي هي رقم A. رقم 18 بيقول لك have they arrived home. استنى كده يا عم الحاج، just دي ممنوع تيجي في اخر الجمله، just دي بتيجي بعد have وفقط لا غير. طيب كلمه never دي بتيجي في النفي وفي الجمله الخبريه، وممكن تيجي كمان في السؤال، في خلبصه كده هقول لك ازاي. راجع معايا كده، راجع معايا كده بضمير، وركز معايا في كل اللي هقول لك ده كلمه بكلمه. اولا يا فندم بالنسبه لكلمه never، never دي never بتيجي رقم واحد في الجمل، الجمله المثبته، تمام، وتعطي معنى منفي، بمعنى I have never used a computer، يعني أنا عمري ما استخدمت الكمبيوتر، ده رقم واحد. رقم اتنين بتيجي في الجملة الاستفهامية، ازاي في السؤال يا أستاذ؟ مش هقول have you ever، استنى بس، ممكن أقول لك what places، ما الأماكن have you never visited، ما الأماكن التي لم يسبق لك أن تزورها، and you wish to do مثلا، and you wish to visit، وتتمنى لو انك تزورها. فعايزك تفهم دي كويس، ان انت هنا قلت لي what places have you never، يعني كده معناها انها بتيجي في السؤال برضو. رقم ثلاثة، احنا قلنا تيجي في جملة مثبتة عشان تعطي معنى منفي. رقم الحاجة الثالثة بتيجي في الجملة، هما اتنين بس، احنا كده هنهبط، لا هما اتنين بس. طيب يبقى انا عايزين نركز كده مع بعض، معلش، ان كلمة never دي بتيجي في الجملة المثبتة عشان تديك معنى منفي، بتيجي في جملة السؤال، الجملة الاستفهامية يعني، عشان تدينا معنى ما الذي لم تفعله، ما الذي لم تأكله قبل ذلك. طب بالنسبة لإيفر بتيجي رقم واحد في جملة السؤال، أقول لك مثلا have you ever seen سامي، هل سبق لك أن رأيت سامي. بتيجي كمان إيفر دي في الجملة اللي فيها التفضيل، بمعنى إيه تفضيل؟ لما أقول لك the best meal، أفضل وجبة، I have ever eaten، أفضل وجبة أنا أكلتها. طيب ارجع كده تاني بقى، كمل معايا كده، انا كده كنت كتبت سؤال ونفي، لا حته النفي دي كانت هبدا مني، هنشيلها من هنا معلش، في السؤال وفي الجمله الخبريه زي ما اتفقنا. طب بالنسبه ليتيت دي لها ثلاث اماكن حضرتك، منهمش رابع، المكان الاولاني في اخر جمله النفي، والثاني في اخر جمله السؤال، الثالث في نص الجمله، بس الحته دي كده هتساوي بط. علي از سترونج يت، منى از مثلا ويك، يت هنا معناها بط. طب بالنسبه لايفر قلناها، اذا الاجابه اصبحت ايه بقى؟ هاف يو ارايفد، هاف زي ارايفد هوم يت، هل وصلوا ام لا، ام لم يصلون. في 19 بيقول لك ذيس از ذا ثيرد تايم، بص يا برنس، ذيس از ذا فيرست تايم، ذيس از ذا ثيرد تايم، ذيس از سكند تايم، ليها تركيبه كده عايزك تعرفها عشان هكتبها لك هنا اهي على طبق من ذهب. لما تقول لي مثلا ذيس از ذا، واي عدد ترتيبي بقى فيرست سكند ايا كان، تايم، ونجيب بعدها اي، هناخد مضارع تام، مضارع تام طبعا مش لازم اي، ضمير فاعل يعني، او فور مفعول تو والماستر. طب عايز اقول لك اول مره احمد يلعب كوره، يبقى انا هقول لك ذس از ذا فيرست تايم، ذا فيرست تايم، وبعدين احمد اللي هو الفاعل بقى، احمد هاز بلايد، دي رقم واحد الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني انك تقول فور احمد to play football، تمام كده يا برنس. طيب خد بالك احمد دي كان ممكن نقول فور هيم، ركز معايا، يعني هنا يا اما فور اسم، يعني انا قلت لك بشكل اوضح اسم او ضمير مفعول، لازم يكون ضمير مفعول، حلو الكلام. طيب ارجع كده للجمله دي ونلعب اللعبتين مع بعض في نفس الجمله. انت بتقول this is the third time I، والله ما دام في هنا I يبقى انا عايز مضارع تام، يبقى انا عايز have ever visited، دي الموجوده، have never بره، انت بتقول اول مره انا ازور، مش اول مره ما ازورش يعني، يبقى دي واحد. طيب الثانية بقى كان ممكن تقول this is the first time for me، وبعدين to visit، ادخل على رقم 20. she not، امسح السبورة دي الأول، she not such a kind man. بداية أنا عايز أقول لك هي عمرها ما شافت، عمرها ما قابلت مثل ذلك الرجل العطوف. طيب يبقى هنقول بقى عمرها لم ترى، يبقى أنت عايز نفي، اطلع بره ايفر
اتلعب الراي ايفر. يا ترى هاد نيفر ميت؟ قلنا نيفر، قلنا هاد دي ما تجيش الا لما يكون في حدثين في الجمله، يبقى هاز نيفر ميت. هاف يو نوت بنها سينس يو وير بورن؟ يس اي هاف اولويز ليفد ذير. هو انت في بنها من يوم ما اتولدت ولا ايه يا عم؟ اه انا هناك من يوم ما اتولدت، انا دايما هناك، يبقى هاف يو بن ان بنها. انت بتقولي هل انت في بنها من يوم ما اتولدت؟ قال لك اه ده انا هناك من يوم ما اتولدت. طيب جان تو معناها ذهب الى، بين تو يعني ذهب لمكان ورجع منه، جان دي ما تنفعش لوحديها. يبقى الراجل قال لك في الجمله انا عايش هناك، لما اكون عايز اقول ان انا عايش في مكان معين اقول بين ان. طيب رقم 22، رقيه نوت اوت، شي ليفت سكندز اجو. رقيه لسه ماشيه من ثواني، يعني هاز جاست جان اوت، ما هي راحت وما رجعتش. I have started a new business. I hope it is a success. بقول لك انا لسه بادئ بزنس جديد مؤخرا يعني. طبعا سينس ما تجيش في اخر الجمله، اخت سينس اسمها ايفر سينس، هما الاثنين بيجوا في نص الجمله. جاست ما تجيش في اخر الجمله اطلاقا، يت في اخر الجمله منفيه وجمله السؤال، اذا حضرتك عايز اوريدي. وعلى فكره كان ممكن ريسنتلي برضو تنفع هنا. حسن هاز مستر محمد ارايفد نوت، هو المستر محمد وصل؟ ده سؤال، اخر السؤال ينفع يت وينفع اوريدي. سينس بره وجاست بره، المعيار المفضله فين على حسب المعنى ده. بقول لك هي ماست هاف دريفن اكستريملي، اكيد مش بسرعه يعني، امال هو وصل بسرعه ازاي كده؟ يبقى انت بتقولي هو هو فعلا وصل يا جدعان، دي جمله بتفيد التعجب، فانت بتقولي هو فعلا وصل، مش معقول ده، اكيد كان ماشي بقى بسرعه جنونيه. I haven't applied for the job. أنا لم أتقدم للوظيفة. I am going to apply tomorrow. والله ما قدمتش الوظيفة لسه يعني. لسه دي في الإنجليزي اللي هي اسمها يت، وأنت عندك مضارع تام منفي فأكيد يت. طيب رقم 26. He has drunk five coffees. كوفي يا مستر اسم لا يعد. أمال هو جابها لي كوفيز إزاي؟ معناها فنجان على طول. لما تدخل القهوة كده وتقول للراجل can you give me a tea يعني كوباية شاي، a coffee فنجان قهوة كده يعني. طيب لكن أنت بتقول ما بحبش القهوة هتقول I don't like coffee. طيب he has drunk five coffees not that's too bad for his teeth. ده بقول لك هو شرب خمس فلاجيل قهوه النهارده، يت بره يا يت عشان انت بتيجي في النفي وبتيجي في السؤال وفي نص الجمله بمعنى ولكن، انت ايفر بتيجي في التفضيل سواء في نص الجمله او اخرها. اقول لك the best food ever يعني اخر الجمله اهي، بتيجي في التفضيل وفي الجمله بتيجي في السؤال. طب انت يا نيفر بتيجي في الجمله الخبريه عشان تدي معنى منفي، وبتيجي في جمله السؤال اللي معناه ما الذي لم تاكله لم تفعله وهكذا. اذا so far اللي اصلا بتعبر عن مضارع تام واللي معاك مضارع تام. 27 يا برنس، not his birthday. ايمن has always lived here. بقول لك طفولته مولده هو عايش هناك، طبعا his birthday مولده، فانت شكيت في اون على طول. طبعا وين بيجي بعدها الفعل المضاف له اي ان جي، يا اما جمله كامله تمام، لكن ما بيجيش بعدها اسم. فور دي بيجي بعدها حاجه من الاثنين، اقول لك فور ذا لاست واجيب بعدها ظرف، او فور ونجيب بعدها اي ان جي هي كده حرف جر. طب سينس بتيجي بمعنى منذ وبتيجي بمعنى لان، هنا بقى منذ طفولته وايمن دايما عايش هناك، وغير كده اصلا ان سينس بتيجي بالمضارع التام فاكيد هي دي. I have made a lot of new friends since I، استنى كده والله سينس دي بيجي قبلها مضارع تام، موجود يا باشا، وبعدها ماضي بسيط، فين الماضي البسيط؟ يبقى جويند. معنى الجمله اصلا برضه عايز ماضي بسيط، انا انضميت للنادي بالفعل ومن ساعتها وانا ماشي مع الناس، يعني حدث مستمر اهو. طيب رقم 29، هي كانت تيك بارت ان ذا كومبيتيشن، مش هيدخل المسابقه. هي هاز بروكن هيز ليج، استنى كده يا مستر عشان اقول لك على ملحوظه، هاز بروكن دي مضارع تام وكانت دي مضارع، حلو؟ مين اللي بيجي بعدها مضارع تام وقبلها ماضي بسيط؟ انت كده غلطان، عارف ليه؟ انت لو حسبتها بالحسبه دي هتحل السؤال غلط. ترجم يا ابني السؤال، بقول لك هو مش هيعرف يدخل المسابقه لانه كسر رجله، لان يعني ايه؟ يا اما بيكوز يا اما از يا اما سنس، وادي مديك سنس اهي، يعني كده سنس هنا عباره عن كونجنكشن رابط. I miss you so much، وحشني يا جدع. I haven't seen you، انا ما شفتكش من زمان. سنس ايجز، لا انت عارف المصطلح اسمه فور ايجز، وده مكتوب في مذاكره القواعد بتاعتي، كل الكلام اللي بتحل ده موجود في مذاكره القواعد، ادخل على اليوتيوب على صفحتي على قناتي واكتب مذاكره قواعد بخط يدي، نفس النص كده هتظهر لك، واكتب كمان اطلاله على قواعد اللغه الانجليزيه، اكتب الاثنين دول هتلاقي مذكرتين نزلوا لك اخر حلاوه. المهم خدنا فور ايجز، بس عموما انا ما فكرتش في اجودي خالص يا مستر ولا لاست خالص، لان دول ماضي بسيط والجمله مضارع تام. 31، اي هاف نون مستر اشرف از لونج از اي كان ريمبر. استنى كده، المصطلح اسمه فور از لونج از اي كان ريمبر، انت حافظ المصطلح ده، معناها منذ فتره طويله لا استطيع ان اتذكرها. شي نوت هير سينس هير جراديويشن، والله سينس بيجي قبلها مضارع تام، ادي هاز ورك ده يا فندم ما تزعلش. يبقى انت في 32 كده اخترنا رقم ايه؟ طيب الجمله اللي بعد كده،
بيقول لك did، بيقول لك did you start، did you start، لا how long. بص انت حافظ وفاهم واكيد عارف وشارب ان هاو لونج لوحدها او فور هاو لونج، او انك تقول هاو لونج كده وتجيب جملة مضارع تام، مضارع تام بس مع دي هنجيب في الاخر فور. على سبيل المثال هاو لونج هاف يو ويتد، فور هاو لونج هاف يو ويتد، هاو لونج هاف يو ويتد فور، الناس دي كلها مضارع تام. معاهم كمان بقى الحتة الرابعة اللي هي سينس وين، اوعى تقول وين سينس. طب دي رقم واحد. طب امال لو قلنا هاو لونج اجو دي بيجي معاها ماضي بسيط، انا هنا في الجمله يا فندم بيقول لي ايه في الجمله؟ بيقول لك ديد يو ستارت تو ليف هير، والله في هنا ديد يعني ماضي، فانا عايز هاو لونج اجو، ادي هاو لونج اجو. على فكره هو كان جايب في الاختيارات في الكتاب الثاني مع دي وين، وهما الاثنين ينفعوا، وين وهاو لونج اجو واحد. فور هاو لونج عايزه مضارع تام، هاو لونج عايزه مضارع تام، هاو لونج سينس مش موجوده ملهاش وجود في الانجليزي ودي خطا. هاف يو ليفد هير ده مضارع تام، يبقى انا هقول هاو لونج او سينس وين او هاو لونج من غير اجو، هاو لونج سينس برضه غلط، يبقى انت عندك واحده بس اللي صح هاو لونج. از سون از هي نوت هوم هي از جوينج تو تيك ا شاور، هي از جوينج تو شاور. استنى كده، بما انك انت اديتني هنا مستقبل فاللي هنا ده هيكون مضارع وش، فدي بره انت عشان ماضي وبره انت عشان ماضي. هاز ارايفد ولا ارايف، والله الفاعل عند مين؟ هي، هي كانت عايزه ارايفس، يبقى الاجابه هاز ارايفد. ما انت عارف ان اي رابط بعد مضارع بسيط او مضارع تام والناحيه الثانيه مستقبل. He has reached the deadline. هو وصل الموعد النهائي. He is really fast. استنى كده، ده انت بتقول لي هو وصل الموعد النهائي بالفعل، ده عيل سريع يخرب بيت دماغه، يبقى already. انت كده بتعمل ايه؟ بتعجب. He had already eaten enough. He refused to eat anything else. بقول لك ما رضيش ياكل معانا اصلا لانه اكل قدرا كافيا من الطعام، لان يعني سنس خلص الحوار، وادي اول قاعده خلصت. ندخل على القاعده اللي بعدها اللي هي الباست سيمبل اللي بقول لك فيها اتس تايم. موضوع اتس تايم دي انت عارفه اصلا بس هحكي لك سريعا. اتس تايم بنجيب بعدها الفعل في المصدر بس مع تو المصدر، او اتس تايم فاعل وبعدين ماضي بسيط، بالمناسبه سواء جوه الاقواس او بره الاقواس مباشره او غير مباشر ماضي بسيط. ممكن نجيب اتس تايم فور ونجيب بعدها اسم او اي ان جي. طب ما تيجي كده نشوف، اتس تايم مديني فاعل، اتس تايم مديني فاعل، يبقى انا عايز ماضي بسيط. ادي ستاديد، فين ستاديد؟ صغر لي دي كده عشان نجيب ستاديد في الكادر. ادي ستاديد. هير فادر ووز 8 ييرز اولد وين هي، ابوها كان عنده 90 80 سنه عندما مات، يبقى ضايد. ما ينفعش ناخد حاجه ثانيه، لا ما هو المفروض ان وين جاب قبلها ماضي فانت عايز بعدها ماضي، حلو؟ فانت استبعدت دي، تفكيرك في دي ودي. طبعا ووز داينج مش هقول لك كان يموت يعني، عندما مات، عندما مات يعني المفروض وين هي ضايد اللي رقم سي. طيب التالتة سما نوت ذا باست سيمبل. طب معلش واحد يقول لي ما ممكن اخد هات دايد يا مستر، مش هو مات الاول؟ هسألك سؤال، راجل لك هو كان عنده 80 سنة يوم ما مات، حلو؟ عارف انت لو قلت هات دايد يعني هو مات الاول وبعدين بلغ ال 80 وده غلط. سما ذا باست سيمبل يسترداي شي اولسو توك ا ميني تيست اون ات، بيقول لك سما الماضي البسيط امبارح وكمان خدت امتحان عليه صغير، يبقى اكيد راجعت، رجعت يبقى ريفايزد. طب سما ذا باست سيمبل يسترداي شي از دوينج ذات ناو، بتعمل دلوقتي كده يعني معنى كده لم تراجع بالامس، يبقى didn't revise. طيب بعد كده رقم خمسه ماي ماذر نوت ذا شوبينج يسترداي از شي ووز بيزي ات هوم، امي كانت مشغوله في البيت فلم تتسوق، يبقى didn't do لم تفعل، لكن wasn't done دي مجهول. ماي براذر نوت ذا شوبينج يسترداي از ماي ماذر ووز بيزي، امي كانت مشغوله امبارح فاخويا تسوق بالامس، يبقى انت عايز معلوم في الماضي يبقى ادفع على التسوق بقى ايه بصيت امي لانها كانت مشغوله، يبقى اكيد لم يفعل يعني مجهول وماضي، يبقى وزنت ضن. يسترداي وده سؤال يعني هبدا اطلع انت بره عشان انت بادئه بفاعل، انا عايز اسال سؤال صح؟ ووز ذا شوبينج دوينج، هل التسوق كان يفعل؟ دي بره. ديد يو دو ذا شوبينج، هل انت فعلت التسوق؟ مظبوطه. ديد يو ذا شوبينج يعني هل انت التسوق؟ برضه بره، يبقى الاجابه كده رقم بي. اي ديد نوت يو ديد، عايز المصدر اصلا ما تفكرش، ديد تل على طول، ما انت عارف ان ديد تل هي تولد لين ات سكول يسترداي از ات ووز هير سيسترز ويدنج، بقول لك كان فرح اختها امبارح فعشان كده لين لم تكن بالمدرسه، لم تكن يبقى وزنت. هتلاقيني كاتب لك في مذكره القواعد مفيش حاجه اسمها didn't be ولا في حاجه اسمها did you
بي مش موجودين في الانجليزي يا صديقي دول اصلا. لين نوت ات سكول يسترداي اي سو هير، انا شفتها هناك على فكره بعيني، يعني معنى كده ان هي كانت هناك يبقى ووز. طب 12 وير نوت وين اي كولد يو ذس مورنينج، اين ايه عندما اتصلت بك بالامس، اين كنت يبقى وير اسف هام، عايزين بعدها فعل مساعد، ما فيش حاجه اسمها ديد يو بي زي ما اتفقنا لسه بنقول. طيب عايزين بعد اسف هام فعل مساعد، دي بدأ بالفاعل وير يو اللي هي دي الاجابه، وير يو بينج ما فيش حاجه اسمها وير بينج الا لو بعدها باست بارتيسيبل. طيب اذا اصبحت الاجابه وير وير يو يعني اين كنت انت. اي اهيدك اي ووز اول رايت، انا كنت سليم يعني انا ايه انا كنت بخير، انا لم اكن اعاني من صداع يعني معنى كده ان لم يكن عندي يبقى didn't have. طب ليه مش hadn't؟ افهم دي كده ان اي فعل بينفى بالفعل المساعد. حلو، فلما تقول اي بلايد ده ماضي بسيط، المنافي بتاعها هيكون didn't والمصدر من بلايد اللي هو بلاي. طب لو انت قلت لي اي هاد ا شاور، النفي بتاع دي هيكون hadn't؟ لا، ده انت هتقول اي didn't عشان ده ماضي بسيط والمصدر من هاد اللي هو هاف. لكن لو انت قلت لي اي هاف ايتن كده عندك الفعل المساعد هنا مين؟ هاف، فهتبقى الاجابه في النفي بقى بتاعها اي هافنت ايتن. طب لو انت قلت لي اي هاد بلايد، النفي بتاعها هيكون هادنت بلايد. الموضوع سهل وبسيط يا حاج، عايزك تفهم حاجه بس واحده، ان انت لما يكون عندك فعل اصلي بننفيه بحاجتين، الفعل المساعد المناسب للزمن بلايد ماضي فناخد didn't، هنا هاد ماضي فناخد didn't. طب هنا هاف ايتن الفعل المساعد هاف والفعل الاصلي ايتن فناخد هافنت، هاد بلايد الفعل المساعد هاد فنقول هادنت. طيب ارجع كده جملتك تاني. اي نوت اهيدك، انا لم يكن عندي، انا نوت اهيدك اي توك، انا اسبرين خدت اسبرين اصل كان عندي، كان عندي يبقى هاد، ادي هاد اهي. جوب انترفيو يسترداي، لقاء بتاع وظيفه يعني بالامس، يو هاد طبعا ده سؤال فطلعي انت بادئه بفاعل بره. طب هاد يو عايزه بعدها باست بارتيسيبل، مفيش باست بارتيسيبل بره. ديد يو هاف، ديد فعل مصدر دي مظبوطه. وات ديد يو هاف يعني فاقول لك ماذا عملت اجتماعا بالامس، ولا هل انت عملت انترفيو بالامس. اجوب انترفيو يسترداي وعلامه تعجب، استنى بقى كده عشان نركز مع بعض. انت بتقول له اجوب انترفيو، ده مش سؤال، دي جمله خبريه او تعجبيه، فاطلعي بره بدأ بالفعل المساعد ودي بره ودي بره، دول سؤال، يبقى نقول يو هاد. ومعنى الجمله انت عملت انترفيو امبارح، ده جمله خبريه اهو. 17 فور لانش يسترداي، يسترداي يو هاد بره عشان دي بادئه بالفاعل، احنا عايزين سؤال، هاد يو عايزين بعدها باست بارتيسيبل. وات ديد يو هاف، ماذا تناولت على الغداء بالامس، لكن هنا معناها هل انت تناولت على الغداء، لكن كان ممكن اقول لك ديد يو هاف لانش يسترداي على طول كده، ديد يو هاف لانش يسترداي. 18 بقى مستر محمد نوت مستر ايمن ان اسوان ذا اذر داي، ذا اذر داي كلمه تدل على زمن الماضي البسيط فانا عايز مت وش. 19 مستر محمد ان اسوان باي، في اسوان بواسطه المستر ايمن يعني قوبلة، يبقى انا عايز مجهول وزمت. اي ونت فور ا ووك باي ذا نايل، انا رحت went ماضي بسيط، يبقى انت عايز ماضي. اجو دي ما تجيش لوحدها، لازم يكون قبلها تو مثلا دايز اجو، 3 ويكس اجو. طب سينس دي بتيجي في اخر الجمله؟ لا ما تجيش في اخر الجمله، بتيجي في نص الجمله على طول. فور برضو ما تجيش في اخر الجمله، يبقى سام تايمز. ومعنى الجمله انا ذهبت لاتمشى على الشاطئ بعض الاحيان، يبقى سام تايمز. طيب 21 اي ونت فور ا ووك باي ذا نايل تو دايز، اهي لسه بقول لك تو دايز اجو، والله لسه لوحدها جت. اي نوت شوبينج اون فرايدايز اي ووز ات ووز ا هابيت اوف ماين، ده بقول لك ايه كانت عاده من عاداتي، يعني في الماضي. انت خد بالك انك قلت لي هنا ووز كان عاده في الماضي، ينفع تجيب لي مضارع بقى هنا؟ لا روحوا المضارع كله، برضو وينت اولويز غلط. ليه؟ انت بتجيب الظرف الاول وبعدين الفاعل، فتقول اولويز بلايد، اولويز واتشد، اولويز ايت، يبقى اولويز وينت. اي نوت شوبينج اون فرايداي ات از ا بيت ا هابيت اوف ماين، بص الراجل بيقول لك هنا ايه؟ ات از يعني انها عاده من عاداتي، فالجمله كده مضارع. طيب الاي ما ناخدش معاها جوز، عايزه جو، اطلعي بره. اولويز جو دي معانا، اولويز وينت بره عشان ده ماضي. طب وينت برضو بره لسببين، اولا المفروض كنا قلنا اولويز الاول وبعدين وينت، ثانيا انها ماضي والجمله اصلا مضارع. طب في رقم 22 بيقول لك كانت عاده في الماضي وبطلت فخدنا اولويز وينت، وعلى فكره كان ممكن اقول لك اي يوزد تو جو. طب بي انا بروح اتسوق يوم الجمعه ودي عاده في دمي ماشي بيها، يعني معنى كده ان اي ام يوزد تو جوينج. اي ويش اي، استنى كده عند ويش دي اما احكي لك حدوته، احكي لك حدوته سريعه والله يا بس يا فندم، بعد اي ويش وقف اونلي نفس المعنى،
واف اونلي. الناس دول واحد بيجي بعدهم حاجه من التلاته، يا اما كود او وود والمصدر، يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام. بس ازاي بقى امتى ناخد دي؟ بناخد دي لو المعنى مستقبل، ناخد دي لو المعنى مضارع، ناخد دي لو المعنى ماضي. طب ما تديني مثال. على سبيل المثال I didn't watch the match، انا ما سمعتش الماتش. I wish I not it. يا ترى هنقول I wish I watched ولا I wish I had watched؟ انت بتقولي في الجملة انا ما سمعتش الماتش، يا ليتني سمعته او شاهدته. شاهدته زمانها ايه؟ ماضي. انت قلت لي لو ماضي خد ماضي تام، ادي ماضي تام اهي يا باشا. طب جملة تانية، ساره is absent، يعني ساره غايبه. I wish she not here. ساره غايبه، يا ليتها تكون هنا. تكون ده ايه؟ مضارع. وانت قلت لي هنا لو كانت الجمله لو المعنى مضارع خد ماضي بسيط. يا ترى هختار بقى I wish she was ولا where ولا had been؟ لا انت عارف يا فندم انك هتاخد هنا where. ازاي؟ اصل القاعده بتقول لك ان مع كل ضمائر الفاعل مع وش ومع اف الحالة التانية بناخد وير. قاعدة خلصانة كده، فاخدنا وير. ما ترجع بقى الجملتين دول كده عشان نخلص منهم. بيقول لك I wish I not my at my sister she is upset. بتقول يا ليتني لم، اكتب كده لم اصرخ. لم اصرخ ده ماضي، يبقى hadn't shouted. ما هي هذا اهي بس مثبتة. اخر جمله في الجزئيه دي بيقول لك اي ويش اي نوت ات ماي سيستر يسترداي. انت برضه نفس القصه، انت قلت لي هنا لم اصرخ، وهنا برضه بتقول لي يا ليتني لم اصرخ ماضي برضه، فهتاخد هادنت شاودت. الجملتين الاثنين تفسيرهم بالعربي لم، مش معنى ان دي از فناخد هنا ماضي بسيط. ركز، دي مضارع بسيط، لكن انت هنا بتقول لي يا ليتني لم افعل، وهنا برضه يا ليتني لم افعل. بعد كده ندخل على زمن الماضي المستمر. الجزئيه اللي بعد كده على الباست كونتينوس الماضي المستمر. بيقول لك اول سؤال، يارا ووز نوت اليس ان وندرلاند. يارا كانت بتشاهد، كان يشاهد، يبقى ووز وير والفعل مضاف له اي ان جي، فهناخد ووز واتشنج. طبعا انت عارف ما ينفعش بعد ووز بي اصلا، ووز بعدها مصدر لا، ودي لو كانت مجهول. اليس كانت تشاهد بواسطه يارا، يبقى ووز بينج تصريف ثالث اللي هي دي مجهول. تو محمد صلاح وين اي كولد يو، علامه استفهام جميله، اذا ده سؤال، اذا نستبعد اي حاجه بادئه بالفاعل. طيب هنساله بقى سؤال، نقول له وات وير يو توكينج، ماذا كنت تتحدث الى محمد صلاح؟ لا طبعا. هو وير يو توكن، يعني من كنت تتحدث الى محمد صلاح؟ برضه لا، لكن انا هقول له هل كنت تتكلم، هل كنت تتحدث مع محمد صلاح؟ يبقى وير يو توكينج. طيب الجمله اللي بعدها علامه تعجب، فانا بقول له هو، بقول له انت كنت بتكلم محمد صلاح لما انا كلمتك، يعني جمله خبريه، اذا هنستخدم الجمله رقم ايه اللي هي يو وير توكينج. طيب خمسه يا فندم، تو وين اي كولد يو، تو يعني الى من، يعني اكيد عايز اقول لك ما دام تو يعني الى، فانت بتقول له يو وير توكينج، طبعا ده علامه استفهام زي ما اتفقنا، فهنستبعد دي، نبعد اللي ما ينفعش الاول. طيب ناخد وات وير يو توكينج، ماذا كنت تتحدث الى، برضه غلط. هو من الذي كنت تتحدث اليه، دي اللي صح. وير يو توكينج، هل كنت تتحدث الى، برضه غلط. يبقى انت اخترت لي الرقم دي اللي معناها من الذي كنت تتحدث اليه. رقم سته بيقول لك اباوت وين اي كولد يو، about يعني عن، فطبيعة الحال انت استشفيت كده، عايزك تقول له عن ماذا كنت تتحدث، يبقى what were you talking about، ما الذي كنت تتكلم عنه عندما اتصلت بك. at 5 yesterday، الساعة 5 امبارح. I not to Aswan by train، I arrived there 2 hours later. بقول لك الساعة 5 امبارح انا كنت مسافرا، يبقى was traveling، انت كنت مسافر امبارح الساعة 5. لو انا جيت عليك الساعة 5 عليك ماشي في المواصلات. لما انا كنت بقود العربية للإسكندرية، انا to the radio all the journey، انا كنت استمع، يبقى حدث مستمر، يبقى I was listening اللي هي دي. when I was driving، لما انا كنت ماشي بالعربية للاسكندرية، انا بعض الاخبار المهمة على الراديو. انت عارف، انت عايز تقول له وانا ماشي بالعربية انا سمعت اخبار مهمة. سمعت دي اللي هي رقم ايه، اللي هي heard. طيب عايزك تعرف كمان ان ما فيش حاجة اسمها was hearing اصلا، هي انت بتقول was listening ماشي، لكن was hearing لا. While I not the match the table battery went dead، the tablet battery. بص يا برنس، انت عندك الفعل هنا I والفعل الثاني هنا التابلت، اذا ما ينفعش نحذف الفاعل، حلو عشان نبقى متفقين على الحته دي كده. الحاجه الثانيه while، ما دام بعدها فاعل فانا عايز ماضي مستمر، يبقى while I was watching. ثالثا بقى وده الاهم، الترجمه بتاعت الجمله عايزه ماضي مستمر، بينما انا كنت اشاهد المباراه التابلت بطاريه التابلت فصلت. during دي يا مستر عايزه بعدها اسم على طول، ممنوع نستخدم بعدها
اي ان جي. يعني ممكن نقول لي هنا during the match كده مظبوطه من غير ما نستخدم حاجه، لكن during watching دي ممنوعه. had watched ممنوع، يبقى no word. no word يعني الجمله كده حلوه وكيوته وزي الفل، بس عايزك تنتبه انك ممكن تقول during. لا بلاش اقول لك انا يعني كلام مشروح، عايز اسالك سؤال احسن. هسالك انا اسئله وانت تختار معايا المناسب زي الشطور كده وتختار. اول واحده not watching a match، يلا نقول مثلا I slept. حلو. طيب الثانيه watching time I slept. كمان واحدة sleeping I fell down، وقعت يعني. not sleeping time أو break أي حاجة I fell down. طيب في كل واحدة من دول عايزين نستخدم while ولا during. حلو. عايزك تعرف ان الآلية اللي بتستخدم بيها while و during هي الآتي. watching a match يعني مشاهدة مباراة. ما دام انت بدأت بكلمة مشاهدة اللي جاية من كلمة يشاهد، يبقى انت ما ينفعش تستخدم هنا during، نستخدم while بس. طب watching time اللي هو وقت المشاهدة، بدأنا بكلمة وقت، إذا ده اسم، يبقى هنستخدم هنا during على طول. طب اللي بعدها sleeping النوم. النوم ده فعل مضاف له ing، يبقى دي while على طول. طب هنا sleeping time اللي هو وقت النوم، بدأنا بكلمة وقت اللي هي اسم، يبقى أنا هستخدم هنا during. طيب احنا كده خلصنا الجزئية دي، ادخل على اللي بعدها. الجملة بيقول لك فيها يا فندم رقم 12 I came across، أنا بالصدفة وجدت بعض أصدقاء أو قابلت بعض الأصدقاء القدامى while I بينما أنا كنت في اسكندرية. عايزك تعرف إن الوحيدة اللي بيجي بعدها ظرف اللي هو من ظرف اللي هو حرف جر زائد اسم هي while. فانت بتقول while I was in Alexandria. على فكره كان ممكن تقول while in Alexandria على طول من غير I was. يعني انت هنا في الجمله اللي بعدها عملها لك I came across some old friends while in Alexandria على طول no word اللي هي دي. وكان ينفع نقول while I was in Alexandria. يعني انت لما يكون عندك مثلا عايز تقول بينما انا كنت في الجامعه، يبقى تقول له while I was، هنا مفيش حاجه كده طبعا دي مش مكتوبه while I was at uni University. بينما انا كنت فين؟ في الجامعه. طيب انت ممكن تحذف ده كده خالص وتروح قايل له while at university. يعني انت عايزك تفهم ان while ممكن نجيب بعدها ظرف اللي هو حرف جر واسم، او ممكن نجيب فاعل وفيرب تو بي وبعدين ظرف. في الجمله رقم 14 بيقول لك ايه يا فندم؟ بيقول لك while I was having lunch، بينما كنت اتناول الغداء الموبايل رن. رن دي مودي بسيطه اهو، رانج حدث قطع الحدث الاولاني. الحدث القاطع دايما بيكون ماضي بسيط. مريم not first last year and she hopes to make the same achievement this year. بقول لك ان مريم حصلت على المركز الاول، حصل ماضي بسيط اهو، يبقى كيم. 17 و 18 بقى خبصين شويه، فركز معايا. checking my inbox، فحص الانبوكس الرسائل اللي جات لي. انا لاحظت ان في رسائل مهمه جدا انا ما قراتهاش. طبعا از ما ينفعش، لان از عايزه جمله بعدها وجاست از عايزه جمله بعدها. فانت روحوا يا جماعه، باقي معايا اون وباقي معايا وين. عايزك تعرف ان اون دي معناها بعد، لكن وين دي معناها عند او اثناء. حلو الكلام. طيب انت بتقول لي بعد ما فحصت الانبوكس لاحظت ان في رسائل ملهاش اي رسائل مهمه ما قراتهاش. حتى انت بتقول لي بعض الرسائل، يعني معنى كده خلصت، اذا هنا اون. طب اللي بعدها عايز اقول لك اثناء فحص الايميلات انا بحذف. يعني وانا بفحص بحذف، عندما افحص الرسائل باحذف اللي ملوش لازمه، يبقى هنا اون. هنا وين سوري، يبقى وين دي معناها عند او اثناء. تاني كده سريعا، الاولانيه 17 انت بتقول لي ايه؟ بعد ما بصيت على الرسائل كلها لاحظت ان في رسائل ما اتقرأتش، لكن دي وانا ببص على الرسائل كنت بحذف، يعني اثناء النظر حذفت. 19 بيقول لك نوت تاتشنج ذا بروكن الكتريك واير، السلك الكهرباء المتعرده انا اتكهربت. ده امتى؟ ممكن اقول لك بعد ما لمست السلك اتكهربت، يعني لمست اهو وبعدين اتكهربت على طول، او اثناء لمس، يعني كده معاك اي وبي. طيب طبعا الديورنج دي ما تنفعش لان عايزه بعدها اسم. ذا لاست سيشن دي اسم يا فندم، ما ينفعش هنا وين ولا ينفع از ولا اون، لان اون عايز اي ان جي وين عايز اي ان جي او جمله، يبقى ديورنج. اي ووز تشيكينج ماي انبوكس ماي لابتوب ران انتو، بينما كنت افحص الكمبيوتر البطاريه خلصت. يعني امتى الكلام ده؟ امتى؟ بينما، احنا قلنا بينما واثناء اللي هي دي، لكن دي معناها بعد. ذيس فيلا نوت تو ماي بيلونج، يعني تخص او تنتمي لي، يبقى انت هتفكر في حاجه من دول، يا اما بلونجس يا اما بلونجد، لكن كلمه يمتلك ما تجيش مستمر. حلو. طيب واحنا هنستبعد هاز برضو لاني هنا سولد ماضي، يعني الجمله كده ماضي. طب انت بتقول هذه الفيلا ايه؟ الى عمي الذي باعها الى رجل اعمال، يعني كانت تخص، كانت ملكه. يبقى انت كده هتختار لي بي اللي معناها كانت تخصه او كانت ملكا له. الجمله ماضي.
ندخل بعد كده على مجموعة جمل الماضي التام، ودي آخر مجموعة جمل في الأسئلة دي، وبعد كده خلصنا قواعد الوحدة الأولى كلها، ودي أكبر جزئية قواعد. بقول لك I was angry because he not his wallet، أنا كنت زعلان. was دي ماضي صح؟ أنت كنت زعلان لأن هو فقد حافظته، فقدها في الماضي عشان هنا was، فأنا أفكر في had lost. طبعا had been losing ما تجيش أصلا، كلمة lose ما تجيش مستمر، ودي برضه ما تجيش مستمر، ودي برضه مستمر. إذا أنت اخترت لي رقم إيه؟ الامتحان بيكون واضح إزاي؟ ده امتحان ثانوية أزهرية 2022. I wish هيجي بعدها حاجة من دول، ماضي ماشي، لكن مضارع ممنوع، ممنوع نستخدم أي تصريف أول أو أي مضارع بعد وش، قاعدة خلصانة كده، ممنوع نستخدم تصريف أول أو مضارع بعد وش، اكتبها كده بمداد من ذهب. طيب فأنت خلاص خليت الاختيارات had attended و attended، هنترجم. I wish I knew the meeting yesterday، يا ليتني حضرت. حضرت زمانها إيه يا عم؟ ماضي. إذا تختار ماضي تام. أمال إمتى ناخد دي؟ لو هي معناها يا ليتني أحضر مضارع. He knew his homework before I arrived home، قبل ما اوصل البيت هو كان عامل الواجب. اذا ده بيفور رابط، بعدها ماضي، فاللي قبلها هيكون ماضي. بره يا هاز، لو في حاجه تانية بره يا داز، ومعانا ويل برضو بره. اذا انت ما عادش معاك غير واحده بس اللي هي صح، اللي هي هاد اوريدا، والمنطق برضو انك انت خلصت الواجب، او ان هو خلص الواجب قبل ما يوصل، يعني خلص وبعدين وصل. طيب بعد كده باي ذا تايم اي ريتيرند هوم، قبل ما اوصل، قبل ما اعود للمنزل، انا عملت التسوق بالفعل، يعني عملت التسوق الاول وبعدين وصلت البيت، فده حدث اولاني، فانا عايز ماي تام، يبقى هاد دن. دي بره عشان مجهول. طب الجمله رقم 5 بقول لك باي ذا تايم اي ريتيرند هوم، بص بقى على الجمله دي، قبل ما اوصل البيت. ذا شوبينج، التسوق كان قد فعل، يبقى انت عايز ماي تام مستمر، ماي تام مبني مجهول اللي هو رقم دي. خد بالك انت التسوق خلص الاول وبعدين سيادتك عد، يبقى ده اول وده تاني. باي ميد نايت اي نوت انتل 10 اند ريتن ان ايساي، خد بالك احنا متفقين ان اند اللي بعدها زي اللي قبلها، ده تصريف كام؟ تالت. اذا حضرتك هتستخدم تصريف تالت هنا. الحاجه الثانيه باي ميد نايت، قبل منتصف الليل، الحاجه دي كانت خلصت يعني حدث اولاني فماضي تام، فهاخد هاد ستاديد. يبقى هتقول لي بقى قبل منتصف الليل انا ذاكرت اليونت 10 وكتبت مقال، يبقى هنقول هاد ستاديد اند ريتن. خد بالك هاد والتصريف التالت، اند التصريف التالت. طب يا مستر مش المفروض نقول اي هاد ستاديد اند هاد ريتن؟ قال لك لا، ما دام الفاعل واحد يبقى حضرتك هتستخدم فعل مساعد مشترك. ازاي؟ مش فاهم. بص انت بتقول علي، علي had sold his car and مثلا bought a house، دي معناها ايه؟ ان علي باع المنزل، تصريف تالت اهو sold، and bought واشترى، تصريف تالت برضه. طيب على فكره ممكن نعمل حاجه تانيه بقى، ممكن بدل البوت دي لو انا عايز استخدم كلمه بريك مثلا، كنا هنقول علي هاد سولد هيز كار اند بروكن، تصريف تالت خد بالك. طيب حته كمان، علي ليفت ايجيبت، يعني علي غادر مصر اند سولد، انا عايز فعل من التصريفات اللي هي الشاذه. خلينا نقول ايه، هنعمل معنى اهطل شويه بس عشان الهدف يوصلك. بس احنا نقول علي غادر مصر وكسر ذراعه مثلا، يبقى علي ليفت ايجيبت اند بروك هيز ارم. ليه هنا يا عم قلت بروك هيز ارم؟ عشان ماضي بسيط اند ماضي بسيط. طب لو انت قلت لي بقى علي هاد ليفت ايجيبت، ايجيبت هنا بقى هنقول اند، مش هنقول بروك، هنقول اند بروكن. ليه يا سيدي؟ ما عشان ماضي تام اند ماضي تام برضه، بس احنا مش هناخد هاد هنا. ليه؟ لان الفاعلين في الجمله، او الفاعل في الجملتين واحد، فناخد فعل مساعد مشترك. طيب افرض الفعلين مختلفين بقى، على سبيل المثال علي هاد ليفت ايجيبت اند منى، هنا بقى هنجيب فعل مساعد، هنقول بقى هاد بوت. فاهم الحوار؟ يعني انت عندك في الجمله، لو انت عندك في الجمله الفاعل هنا علي والفاعل هنا منى، فكل فاعل هيكون له فعل مساعد خاص بيه. طيب لو الفاعلين او الجملتين فاعلهم واحد، فناخد فعل مساعد واحد مشترك. طيب ارجع بقى لجملتك اللي بتحكي فيها دي كده تاني، احنا هنا كنا في الجمله دي فاخدنا هاد ستاديد. طيب باي ميد نايت، قبل منتصف الليل، الوحده العشره كانت قد ذكرت، يبقى هاد بين ستاديد رقم بي. وانس اي نوت ذا اوفيس اي تشيكد، والله بمجرد ما وصلت فحصت، فانت وصلت الاول يبقى هاد ارايفد اللي رقم دي. افتر مفيش بعدها فاعل، يعني دي بره، ممكن ارايفنج ووز ارايفنج بره، هاد ارايفد بره. انت ليه قلت لي كل دول بره؟ عشان افتر لو هنجيب بعدها زمن من دول فالمفروض في فاعل، مفيش فاعل يبقى اي ان جي، وانت حذفت الفاعل لان الفاعل اللي هنا انا اللي وصلت وانا اللي فحصت. وين اي ريتيرند هوم، لما انا روحت المنزل، امي ايه؟ الطبخ، عشان كده انا ساعدتها. لما انا روحت البيت امي كانت
بتعمل لسه، يبقى was doing. طب لكن هنا انت بتقولي لما انا وصلت البيت امي ايه طب لذلك انا قعدت وبدات اكل، يعني امي كانت طبخت، يعني معنى كده انك هنا عايز حدث اولاني اللي هو my time. ركز تاني كده معايا في الجمله، طب 10 و11، لما انا روحت البيت امي كانت بتطبخ لسه فانا ساعدتها. لكن هنا لما انا روحت البيت امي كانت طبخت وخلصت، يعني هي خلصت الاول وبعدين حضرتك وصلت. The engine the mesh the mechanic went home بعد ان فحص، فانا عايز مبني المعلوم يبقى having والتصريف الثالث اللي هو ده. طيب اللي بعدها بعد ايه؟ المحرك بدأ يشتغل كويس بعد ان فحص، يبقى انا عايز مجهول، يبقى having been checked. عارف ابسطها لك؟ لو المفعول موجود في الجملة الأولى يبقى حضرتك عايز كده مبني للمعلوم. طب لو المفعول مش موجود في الجملة الأولى إذا حضرتك عايز مبني للمجهول. طب ما تيجي نطبق الكلام ده عمليا في الجملة دي، إيه المفعول؟ المحرك موجود في الجملة الأولانية، يبقى المفعول موجود في الجملة الأولانية يبقى ده معلوم، فعشان كده خدنا having checked. طب اللي بعدها الجملة الأولانية قدامك أهي، فيها مفعول؟ لا ما فيهاش، عشان كده نعملها مجهول، لأنه قلت لك لو مش موجود نعمل مجهول. طيب الجملة بعد كده رقم 14، I left for work I had returned off the gas pipes. بقول لك أنا روحت الشغل أنا طفيت الغاز كله. طبعًا أكيد قبل ما أروح، قبل ما أعمل الحاجة التانية دي، أنا عملت الحاجة الأولانية، فأنا عايز كلمة قبل، قبل اللي هي before. once دي معناها بمجرد ما انا غدرت قفلت، لا انت غدرت خلاص، المفاتيح بتاعت الغاز مش معاك دلوقتي، يبقى انت في 14 قلنا بيفور. 15 بقى يا باشا بيقول لك leaving في عندك اي ان جي، once ما تجيش بعد اي ان جي، just after دي ما هي بعدها اي ان جي، after بعد اي ان جي ماشي. طيب انت بتقول leaving for work I had returned of the gas. ركز معايا كده، انت عندك حدث اولاني اهو والحدث الثاني اهو، يعني ليفنج دي عباره عن حدث ايه؟ حدث ثاني. جبتها منين حدث ثاني؟ ما هو ما دام مديني ده ماضي تام يبقى ده الحدث الاولاني، فالطبيعي انك بتقول بعد ما عملت الثاني عملت الاولاني، ولا قبل ما اعمل الحاجه الثانيه عملت الحاجه الاولانيه؟ الطبيعي انك انت هتقول لي قبل، قبل اللي هي مين؟ اللي هي بيفور، اذا هستخدم هنا برضو بيفور، يبقى بيفور ليفنج. اللي انت في الاولانيه خدت بيفور وبعدها جمله ماضي بسيط، في الثانيه مفيش فعل فخدنا بيفور اي ان جي. 16 I didn't leave for work انا لم اغادر للعمل I had turned الا عندما، الا عندما او حتى اللي هي until وtill، يبقى انا معاك until، انا لم اغادر للعمل الا بعد ان فحصت او اطفأت الغاز. I not there impatiently until she finally came. بص يا برنس، انت عندك until بعدها ماضي فاللي قبلها هيكون ماضي، فسات معانا didn't sit معانا ودي ماضي معانا ودي ماضي معانا، اذا الاختيارات كلهم ماضي فهفكر فيهم. طيب انت بقى هتقول انا جلست هناك بلا صبر حتى هم اتوا. جلست، انت قلت لي جلست بلا صبر، لكن مش هينفع تقول لي انا لم اجلس حتى اتوا، انت بتقول انا جلست متعجلا حتى هي في النهايه اتت من بعدها بنصف ساعه، خد بالك هاف ان اور. طيب ركز تاني كده، انا جلست هناك بلا صبر حتى جاءت هي، لكن كان ممكن تقول I didn't sit انا ما قعدتش until she الا لما هي كذا. طيب يبقى انا في 17 خدنا سات. طيب 18 يا باشا بيقول لك I didn't have lunch انا لم اتناول الغداء الا لما ابويا عاد، يعني ابويا عاد الاول فانا عايز had returned ماضي تام عشان هو عاد الاول. 19 I had not gone out when، والله انت عندك when hardly بيجي معاها when scarcely بيجي معاها when no sooner عايزه معاها زان. حلو، انا عندي مين وين؟ يبقى انا عندي كده A وB. طيب 20 I had not gone out زان يبقى no sooner فقط لا غير. طيب not had I gone out when يبقى hardly و scarcely، ادي hardly مفيش معانا scarcely يبقى hardly بس. I had gone out يبقى انا مش هفكر في hardly لان hardly عايزه had الاول و no sooner عايزه had الاول، اذا الاجابه كده after. 23 بيقول لك I had gone home not I took a shower. عايزك تعرف ان لما يكون عندك نقطة وبعدها كومة مش هينفع بيفور، لأن بيفور عايز جملة بعدها على طول من غير كومة. وافتر كذلك الأمر، بس أنت عندك افتر ذات اللي هي بتساوي بيفور أصلاً، وبيفور ذات اللي هي أصلاً بتساوي افتر. فأنت في الجملة بتقول لي أنا عملت الحاجة التانية دي قبل، عملت الحاجة الأولانية دي، سوري الأولانية أهي، قبل ما أعمل الحاجة دي. خد بالك قبل ما أعمل الحاجة التانية عملت الحاجة الأولانية، فأنا عايز كلمة قبل اللي هي دي. طب بمعنى بقى بالعربي كده باللغه العربيه الفصحى،
انت بتقول انا ذهبت الى المنزل، قبل ذلك انا اخذت شاور. طب هنا انت بتقول انا اخذت شاور وبعدين بعد ما روحت المنزل، يعني ايه اللي حصل الاول؟ انك انت روحت المنزل الاول وبعدين اخذت شاور، الحدث ده ماضي تام، يبقى انا عايز هنا افطر. مش هينفع ناخد افطر لان افطر ما يجيش قبلها نقطه وبعدها كومه، افطر دي بيجي بعدها في نص الجمله عادي من غير كومه ونقطه، وكذلك بفور. طيب انت عايز تقول لي هنا زي ما قلنا ايه، بعد اللي هي بفور ذات، اللي هي بتساوي مين اصلا؟ بتساوي افتر، يبقى بفور ذات هي افتر. طب افتر اي شات ذا دور اوف ذا كار، بعد ما ما قفلت باب العربيه لاحظت ان المفاتيح نوت ليفت ان، انا بعد ما قفلت باب العربيه لاحظت ان المفاتيح تركت، يعني المفاتيح تركت الاول وبعدين سيادتك قفلت الباب، يعني انت عايز حدث اولاني مرتين، يبقى هات بن، هات بن ليفت ان. طيب ادخل بعد كده على القاعده اللي بعديها، ودي اخر قاعده في الوحده دي، اللي هي البوست بيرفكت كونتينوس، الماضي التام المستمر. طيب اول جمله فيها بيقول لك at the weekend my aunt asked me what I know since we last met. والله since عايزه قبلها مضارع، عايزه بعد قبلها تام اصلا، فدي بره اللعبه ودي بره اللعبه. وطبعا بما ان هنا في الجمله when I at the weekend my aunt asked، يعني جمله كده ماضي، فحضرتك هتستبعد المضارع، يبقى هتاخد had been doing. الجملة الثانية she felt ill all night because she not too much the day before. لاحظ ان كل شواهد الجملة اصلا بتقول لك انها ماضي، the day before بتقول لك انها ماضي، و felt ill بتقول لك انها ماضي، اذا حضرتك هتفكر في ماضي، فانت اي حد مضارع هنا قول له روح. طيب هي شعرت بالمرض طوال الليل لان هي ايه too much the day before، لانها اكلت، يبقى had eaten. the day before اصلا بتيجي مع الماضي التام، وانت عارف دي من ايام المباشر غير المباشر. حمدي was very tired، حمدي كان تعبان بالامس امبارح بالليل، because هي لان هو for school test all day. بص انت عمال تحكي لي عن بالامس وكده في الجمله ماضي، اذا اي حد مضارع قول له اطلع بره. had been revising كان يراجع، ودي رجع مجهول. had to be revised كان يجب ان يراجع، اذا الاجابه هي دي بالمنطق، ان حمدي كان تعبان بالامس لان هو راجع، كان يراجع طوال الليل، حتى قول يبقى مستمر. The children were covered in sand. العيال كانوا متغطيين بالرملة لما هم روحوا البيت، أصل هم كانوا يلعبون على الشاطئ، يبقى had been playing. طيب رقم خمسة by the time we arrived، قبل ما نوصل البيت احنا سافرنا أكتر من 500 كيلو، يبقى هناخد had traveled، ومش هنفكر في أي مستمر لأن هنا في 500 كيلو، يعني في عدد ومع العدد من نوع المستمر. ستة يا فندم بيقول لك by the time he was 12، قبل ما يبقى عنده 12 سنة أخويا تعلم ثلاث لغات. لاحظ إن by the time ماضي وإن حادي ماضي، إذا ما فيش مضارع هنفكر فيه خالص في الاختيارات. هنقول had learned ولا had been learning؟ هروح أنا قايل لك، هو قال لك هنا كام لغة يا ابني؟ ثلاثة، يعني ما ذكر لك عدد أهو مع العدد ممنوع نستخدم المستمر. when I nodded to my friend's flat she had already left، يعني هي مشيت وبعدين أنا وصلت، فوصولي حدث تاني، يبقى أنا عايز went. الحدث التاني ماضي بسيط. last year I spent a month in France، بقول لك السنة اللي فاتت أنا قضيت شهر في فرنسا. I not of going there since I was a child، بص أنت بتقول الأسبوع اللي فات أنا قضيت شهر في فرنسا، أنا كنت بفكر في الذهاب إلى هناك منذ كنت طفلا لحد ما رحت الأسبوع اللي فات، يعني الحوار كله من الأسبوع اللي فات وما قبله يعني ماضي، فدي بره. had was dreamed يعني حلم به، دي مجهول برضه. had been dreamed ده مجهول، يبقى had dreamed الوحيدة. أنت بتقول لي كده السنة اللي فاتت أنا قضيت شهر في فرنسا، أنا أصلاً كنت بحلم بكده من أيام ما كنت طفل لحد ما رحت، يبقى ماضي تام عشان الجملة كلها ماضي. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك رقم 9 ليلى هاد هير هازباند، ليلى أند هير هازباند موفد انتو زير نيو فلات لاست ويك. بيفور ذات، استنى كده، بيفور ذات دي بتساوي مين؟ بتساوي افتر، وافتر بيجي بعدها الحدث الايه؟ الاولاني، فانا عايز ماي تام، اطلعي بره عشان انت مضارع، واطلعي بره عشان انت مضارع. وير ليفت ده مجهول، يبقى هاد ليفت. ماي فاذر نوت لاست ويك، والله ماضي بسيط، يبقى ريتايرد. وش؟ ما عشان ده ماضي بسيط. 11 كريم فيل اسليب، كريم نام اثناء مباراه كره القدم لان هو تو بيد ليت ذا نايت بيفور، والله ذا نايت بيفور دي اصلا عايزه معاها ماي تام، وانت حافظ الكلام ده كويس، دي بره عشان دي مضارع. ودي هاد بين جوينج وهاد بين جان دي بره عشان دي ذهب يعني، فانت قدامك حاجه من اثنين، يا اما هاد بين جوينج كان يذهب، يا اما هاد جان ذهب. انت بتقول كريم نام وهو قاعد قدامنا قدام الماتش لان هو لانه ذهب للنوم متاخرا، ذهب يبقى هاد جان. طب 12 علي نوت ا ساندويتش ديورينج ذا جيم بيكوز هي هادنت هاد انف تايم تو ايت، ما كانش عنده وقت كافي
عشان ياكل، عشان كده هو كل قدام المباراه. يبقى انت بتقول ما كانش عنده، ده حارس اولاني، وبعدين اكل، ده حارس تاني، فانت عايز ماضي بسيط يبقى ايت. طيب 13 بقى، حسن ماني فروم علي بيكوز هي هاد ليفت، هو ساب المحفظه في البيت عشان كده استلف، الاستلاف ده حارس تاني يبقى بورود. 14 عادل اسكد ويتش تيم ووز ريد بيكوز هي، عادل سالنا امال مين الفريق الاحمر، لان هو لم يشاهد هذه الفرق قبل ذلك، هو ما كانش سمع وبعد كده سالنا، فاذا انت عايز حارس اولاني يبقى هات انت سين اللي رقم سي. كل الحوار متوقف على انك انت تترجم مين الاولاني ومين الثاني، مش اكتر من كده. جاك نيو ستيف ووز ات ذا ماتش بيكوز ستيف هاد فوند هيم بيفور هي، استنى كده، جاك عرف ان جاك عرف ان ستيف كان في المباراه لان ستيف اتصل بيه قبل ما هو يروح، يعني هو اتصل الاول وبعدين راح، فالذهاب ده حدث تاني، فانا عايز ماضي بسيط يبقى وينت. بول نوت فور ورك فور اوفر ا يير بيفور هي جات ا جوب، انا عندي فور وبعدين بيفور والحدث ده ماضي، فور وبيفور وماضي، يبقى انا عايز ماضي تام مستمر يبقى هاد بين لوكينج رقم ايه. 17 باي ذا تايم شي، قبل ما هي تعمل الحاجة التانية دي هي عملت الحاجة الأولانية دي، الأولانية ماضي تام، التانية ماضي بسيط، يبقى فينيشت عشان ده حدث تاني يبقى ماضي بسيط من غير أي تفكير. ذا ليتل تشيلدرنز كلوز وير ديرت، ملابس العيال كانت متسخة، أصل هما كانوا بيلعبوا في الحديقة طول اليوم، يبقى أنت عايز حدث أولاني فماضي تام هاد بين بلينج، ولو في هاد بليد مفيش، هاد بين بليد ده مجهول وده مضارع بره وده مضيع بره، اذا مفيش غير واحده بس هاد بين بلينج، والمنطق كنا هناخدها برضو عشان اول داي طوال اليوم وهم كانوا بيعملوا. هي هاد بين درايفنج فور اونلي 3 ويكس، بقول لك هو بيركب عربيه بقاله فقط 3 اسابيع، عشان كده مش مدهش ان هو يعمل حادثه، يعني هو ركب العربيه 3 اسابيع وبعدين سقط في الاختبار، السقوط ده حدث تاني يبقى فيلد. 19 كده قلنا فيلد. 20 بقى، I went to the doctor's yesterday evening because I not ill for nearly a week. بقول لك انا رحت للدكتور امبارح عشان انا كنت تعبان، فانا كنت تعبان الاول وبعدين رحت له، فانا عايز ماني تام. ده مضارع، ده مضارع، ده مضارع، مفيش غير دي هي الاجابه. After his father، بعد ما ابوه ايه؟ هم انتقلوا للعايش في شقه، هم بعد ما ابوه مات الاول وبعدين هم انتقلوا، فالحدث ده حدث اولاني، فانا عايز ماني تام يبقى هاد دايد. على فكره كان ممكن تقول after his father's death، بعد وفاه ابيه، يبقى احنا كده 21 خدنا بيه. 22 by the time، قبل ما هو يكون عنده 20 سنه امه اصبحت ناجحه، امه اصبحت ناجحه كصحفيه وبعدين هو بلغ ال 20، يبقى انت عايز حدث ثاني يبقى ماضي بسيط ووز. 23 يا باشا، she found work as a secretary، وجدت وظيفه كسكرتيره في عند راجل بزنس مان الذي كان صديقا لابوها، يعني لعمها، يعني هو كان صديق الاول وبعدين هو وجد الشغل عنده، يعني ده حدث اولاني فانا عايز ماني تام اللي هو هات بين. اللي بعد كده 24 باي ذا تايم وي كاريد اوت، ده اور تاسك، قبل ما نعمل الحاجه الثانيه دي احنا عملنا الحاجه دي، يبقى انت عايز ماني تام. دي مضارع اطلعي بره، وده ماضي هات بيكم، هات بين بيكم ده مجهول برده بره، هات بين بيكمينج يعني كنا نصبح، هترجم عربي كده هتلاقي نفسك بتقول قبل ما هو ينفذ الوظيفة هو أصبح متعب جدا، يبقى دي عشان أصبح مش كان يصبح. When you that he not other people to run his business، احنا عرفنا ان هو كان بيوظف ناس لإدارة أعماله، كان يوظفه يبقى had been employing اللي هي دي. طب ليه ما ناخدش has؟ لا ما هو has وhas بره، لأن أنت بتقول لي new يعني جملة زمانها ماضي، احنا عرفنا ان هو عمل في الماضي. طب دي ليه رقم ايه بره بره اللعبه؟ لانها مبنيه مجهول اللي معناها وظيفه. بيفور هي وركد، قبل ما يشتغل كمرشد سياحي هو كتب، يعني هو كتب الاول، يبقى انا عايز ماني تام يبقى هاد ريتن ارتكلز. طيب رقم 27 حسنز فادر ابو حسن يانج بيكوز هي هاد سفرد فروم كانسر، هو عانى من السرطان وبعدين مات، مات حدث ثاني يبقى دايد. طب 28 زمان I worked for in Cairo، الراجل اللي انا بشتغل معاه في القاهره not my father for many years، والله كلمه نو اصلا ما تجيش في المستمر، فاطلع انت بره، وبما انك الراجل اللي انا كنت بشتغل عنده كان عارف ابويا يعني ماضي فماضي، اذا دي بره، باقي معاك هاد نون وهاف نون اللي هي برده بره لان ده مضارع يبقى هاد نون، انت اصلا لقيت الجمله ماضي فتفكيرك طلع مباشره على دي ودي، كلمه نو ما تجيش مستمر. 29 زمان I worked for in Cairo،
not my father for many years. استنى كده يا مستر، هو كلمة فور دي بتيجي مع مين؟ مضارع تام ماضي تام. أنا عشان كده فكرت هنا في ماضي تام لأن دي ماضي. طيب أدي فور تيجي مع مضارع تام وماضي تام، حلو، بس هنا ورك مضارع، فأنت عايز مضارع الراجل اللي أنا كنت شغال عنده كان عارف، يبقى هاز نون اللي هي رقم إيه. طب معنى الجملة بقى الراجل اللي أنا كنت شغال عنده كان عارف أبويا بقاله أو عمي بقاله سنين، مش عارف أبويا اللي عمي نسيت. المهم 30 he was already successful، هو كان ناجح كرجل أعمال لما الناس أدركوا إن هو the son of poor night watchman، لما الناس أدركوا إن هو كان ابن الراجل الحارس. فالطبيعي إن هو أصبح مشهور الأول وبعدين الناس أدركوا، فالإدراك ده حدث تاني فتاخد مدة بسيط. الجمل دي كلها محلولة تحت، لو أنت بتحلها في جملة مش فاهمها يبقى اكتب لي الجملة في الكومنتس وأنا هرد عليك. ما تنساش بقى زي الشاطر كده تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان نكمل مع بعضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.